هل توقعت أن ميان السيد تنتهي من تصوير مشاهدها وتسارع للحاق بالمحاضرات؟ لأنها ما زالت طالبة في الجامعة الأمريكية، يذهبون للجامعة ويعانون من ضغط الدراسة والامتحانات، لكنهم أمام الشاشة يقدمون أدواراً أكبر من عمرهم الحقيقي. تعرفوا معنا في هذه الحلقة على أبرز النجوم الذين كانوا في مرحلة الدراسة. رنا رئيس من أشهر نجمات جيلها، ولفتت الأنظار وأطلق عليها البعض أفضل ممثلة صاعدة بسبب تنوع أدوارها في الفترة الأخيرة. فعلى الرغم من تقديمها أدوار سيدة متزوجة وصاحبة سلسلة فنادق، لكنها ما زالت في مرحلة الدراسة، واتضح أنها تدرس الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام. ميان السيد فاجأت جمهورها بأنها ما زالت تدرس الإعلام، خاصة وأنها تعتمد على الظهور بإطلالات أكبر من عمرها الحقيقي. نشرت صوراً عبر السوشيال ميديا خلال فترة الامتحانات. تيام مصطفى أمر كان يتمنى دراسة الهندسة، وعندما ذهب مع والده للجامعة فوجئ بصعوبة الدراسة، فتراجع عن هذا القرار وقرر دراسة المسرح في الجامعة الأمريكية. واحتفلت تيام وميان بتخرجهما في نفس الجامعة منذ أيام. ملك وليلى أحمد زاهر في نفس السنة الدراسية تدرسان الإعلام، وأكدا على استمتاعهما بهذه الدراسة، لكن هذا الخبر كان مفاجأة لعدد من جمهورهما، وذلك لأنهما اعتادا الظهور بملابس وإطلالات جريئة. أحمد داش من نجوم جيل الشباب المعروف أنهم ما زالوا في مرحلة الدراسة، خاصة وأن بدايته الفنية كانت من خلال دور تلميذ في المدرسة في فيلم لا مؤاخذة، وخلال السنوات الماضية قدم العديد من الأدوار الفنية التي جسد من خلالها دور طالب في الجامعة. أعلن أحمد أنه يدرس في مرحلة الجامعة إدارة الأعمال والسينما. تعتبر نور إيهاب من النجمات التي بدأت مشوارها وهي في عمر صغير. قدمت دور الطالبة في عدد من الأعمال أشهرها يوميات زوجة مفروسة، ورغم ظهورها الفني منذ سنوات لكن عمرها لم يتجاوز 20 عاماً وما زالت في مرحلة الدراسة.